تفعلين يا آية؟ أنا ألعب بالقطع. تلعبين بالقطع؟ هل تستطيعين أن تلعبي بأشياء ليست ملكك؟ ألا يجب أن تستأذني قبل ذلك؟ وقد دخلت من الباب دون أن تدقيه. ألا تعرفين ما معنى الاستئذان يا آية؟ تعالي يا آية لأعلمك الآن مع زملائك معنى الاستئذان. إذن الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الحميدة، ودرسنا اليوم هو عن الاستئذان، وسنتعلم أو سنقرأ آية الاستئذان. إذن قبل ذلك سأحكي لكم قصة أكرم. ماذا فعل أكرم دائما؟ دائما أكرم لديه تصرفات. إذا استمعوا إلى هذه القصة. ذهب أكرم إلى بيت صديقه، وعندما وصل إلى البيت فتح الباب ودخل دون أن يدق الباب ودون أن ينادي صديقه، فمشى في الرواق إلى أن وصل المطبخ. في المطبخ كانت أم صديقه تحضر طعاما، فلم تنتبه لأكرم لأنه لم يحدث صوتا، فوجد هناك على الطاولة صحن به بعض القطع من الحيوانات، فأخذ قطعة وبدأ يأكلها. ولما استدارت الأم أم صديقه وجدت أكرم أمامها فصرخت. ها قالت، قال إن لا تفزعي يا خالتي، أنا أكرم، ألم تعرفيني؟ قالت ظننتك سارقا دخل خلسة، يعني بدون صوت. قال لا أنا أكرم. ومن أين أتيت؟ من أين دخلت؟ كيف وصلت المطبخ؟ قال فتحت الباب وسرت إلى أن وصلت إلى هنا. أكرم، ألا تعرف السلوك المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ قال وما هو؟ قال الاستئذان. ما معنى الاستئذان؟ قالت الاستئذان أنك تدق الباب قبل أن تدخل بيتا غير بيت أهلك. قال ولكن هذا بيت صديقي. قالت نعم هو بيت صديقك، ولكن ليس بيت أهلك. قال ولكن كان سهلا علي أن أفتح الباب وأدخل. قالت ولكن الاستئذان أن تدق الباب وتنتظر. وماذا أنتظر؟ قالت له تنتظر إلى أن يسمح لك بالدخول، وإن لم يسمح لك بالدخول فانصرف أو عد إلى حيث جئت، من حيث جئت. بقي صامتا وخجلة فاحمرت وجنتها. ما معنى خجلة؟ شاذ، لأنه قام بتصرف غير لائق، ليس كذلك؟ جيد. نفتح الكتب الآن بسرعة. نفتح الكتب صفحة 78، كتب الخضراء، هذه كتب القراءة صفحة 78. هناك صورتان. يلا بسرعة أخرج الكتب من الحفاظة. صفحة 79 على اليمين، بسرعة. 78، 2 على اليمين، 7 على اليسار. 2 على اليمين، 7 على اليسار. بسرعة أبو عاد. نعم، نشاهد الصورتين. يلا الصورة الأولى، عما تعبر الصورة الأولى؟ بسرعة عديل. صفحة 78 قلنا 2 على اليمين و7 على اليسار. يلا نبدأ بالصورة الأولى. ماذا يفعل هذا الطفل؟ ماذا يفعل؟ أين هو؟ أولاً أين هو؟ نعم. هل هو في المطبخ؟ في القسم، هو في القسم. ماذا يفعل كمطر؟ ماذا يفعل؟ يستأذن. نعم جوعان. نعم، بدون حركة الآن، بدون حركة. يستأذن. ما معنى يستأذن؟ هنا ما معنى يستأذن عادي؟ لا.
يس، ما معنى يستقبل؟ ارفع صوتك. اوضع استنى استنى انتظر انتظر. يلا بسرعة أميرة. اثنين بس أبو أميرة. شوفي هنا الصفحة، شوفي هنا الصفحة. هناك اثنين وسبعون بسرعة. يلا عدل، حاولي تعدل. نعم إلياس، ما معنى ماذا كيف يستأذن هنا؟ كيف يستأذن؟ هنا هو يستأذن، كيف يستأذن؟ كيف؟ كيف عبد المولى يستأذن؟ نعم، إذا هنا كي يجيب، هل أجاب بدون إذن؟ لا. هو يرفع إصبعه حتى يجيب، يطلب الإذن من المعلم أو المعلمة حتى تأذن أو يأذن له بالإجابة، حتى لا نجيب جماعيا، يعني كم نتكلموا؟ لا، إذا يجب أن نرفع الأصابع وحتى يسمح لنا بالإجابة. الصورة الثانية، روح الصورة الثانية. نعم كيف تستأذن؟ نعم قلنا يانيس، قلنا يانيس سهل، تدق الباب. هنا تدق الباب، هل إذا دقت الباب ولم يسمح لها بالدخول هل تدخل مباشرة؟ لا. إذا ماذا يجب أن تفعل؟ آية. أحسنت، تعود أين كانت، تعود من حيث جاءت. إذا لم يسمح، إذا لم يسمح لها بالدخول فإنها تعود من حيث جاءت. إذا هنا أفهم، ماذا أفهم؟ من يقرأ البطاقة هذه؟ من يقرأ؟ نعم إلياس ارفع صوتك، نستمع الباقية. ارفع صوتك، ارفع صوتك. الاستئذان من آداب المسلم، استأذن احتراما للآخرين. جميل، أحسنت. لماذا نستأذن؟ لماذا نستأذن؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا ندخل؟ لماذا لا نتكلم دون استئذان؟ لماذا؟ يلا البقية. لماذا نستأذن؟ نعم. لا يسرقون. لماذا نستأذن؟ لماذا؟ نعم فارس. لأنه عندما ندق الباب لا يعرفون أن فعله حرام أم سارق. لا، لا نتكلم عن السارق، نحن نتكلم عن الاستئذان. نستأذن حتى يؤذن لنا، رأينا مش معنا، حتى يؤذن لنا. لماذا؟ احتراما لأهل البيت. ربما أهل البيت لا يستطيعون أن يستقبلونا، أن يدخلونا إلى بيوتهم حتى يدخلهم. ربما هم نائمين، ربما هم متعبون، ربما هم ليسوا في المنزل، ربما منزل البيت مقفل، ربما هم يتناولون طعامهم، ربما هم يتحاورون مع أفراد أسرتهم ولا يريدون شخصا أجنبيا عن الأسرة، غريبا عن الأسرة. إذا هناك بعض الناس كنزي يحبون أن ينفردوا، يعني يبقى وحدهم، ينفردوا مع أفراد أسرتهم فلا يريدون شخصا آخر معهم. ولذلك إذا استأذنت كنزي، المرة الثالثة كنزي، إذا استأذنت فإنك تعطيهم الوقت ليهيئوا أنفسهم ليستقبلوك. نعودها، إنهم يهيئون، يعني إحنا عندما نطرق الباب يسمع أهل البيت الباب يطرق، فماذا يفعلون؟ أحسنت، يجهزون، يعني يهيئون، يجهزون أنفسهم لي ليستقبلونا. أحسنت أنت، أحسنت، أنت معنا، أنت معي على الخط، أنت تتبع معي. إذا ليستقبلونا، إذا لم ندخل بيوتا غير بيوتنا دون الاستئذان. والآية تقول، يلا بالأصابع نتبعوا الآية حتى نحضروها، يلا نتبعوا الآية. قال الله تعالى في القرآن الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني ماشي البيوت نتاعكم، غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نستأنس ونسلم، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. إذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآية أن نستأذن وأن لا ندخل بيوتا غير بيوتنا دون استئذان، دون استئذان. وهذا غير سلوك، هذا الذي نتعلمه سلوك محمول، وإذا دخلنا مباشرة البيوت دون استئذان فهذا سلوك مذموم، يذمه الناس، لا يحبه الناس، يكرهه الناس، مفهوم؟ إذا الآن هذه الآية هذه نحفظها جيدا، مفهوم؟ حتى نتعرف، إلياس أنا أتكلم وأنت تتكلم. نحفظها جيدا حتى تبقى راسخة، وعندما نذهب إلى بيت الجيران أو إلى أي بيت لا ندخل مباشرة. مفهوم الدرس؟ بسيط جدا الدرس، أليس كذلك؟ نعم. جيد، أحسنتم. الآن ننتقل إلى